السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احوال جيده. وان شاء الله باذن الله ساتابع معكم فيديوهات الخاصه بتعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها، خصوصا ابناء الجاليه المقيمه بديال اوروبيه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون مفيد لجميع الاطفال والتلاميذ الذين يرغبون في تعلم اللغه العربيه. وما تنساوش ان شاء الله اللايك والاشتراك وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وفرجه ممتعه نتمناها لكم. عندنا السؤال اجيب كما في المثال. عندنا الجملة الأولى، السؤال الأول: أين كتابك؟ كتابي في المحفظة. هذا هو المثال. سوف أجيب على أين قلمك، أين مسطرتك، وأين دفترك. يلا من يجيب؟ عندنا الجواب: أين كتابك؟ كتابي في المحفظة. أين قلمك؟ قلمي في المقلمة. أين مسطرتك؟ مسطرتي في المنزل. أين دفترك؟ دفتري على الطاولة. بالنسبة للمذكر، لما أطرح السؤال على الولد أو المذكر، ولما أطرح السؤال على المؤنث أو على بنت، ماذا أقول؟ أقول: أين كتابك؟ تتغير ك، كترجع لنا كي، تتغير ك وتصبح كي. أين كتابك؟ كتابي في المحفظة. الجواب كيبقى غير هو هو، ما كيتغيرش الجواب. أين قلمك؟ قلمي في المقلمة. بالنسبة للمؤنث، بالنسبة لتحت سؤال على بنت، أين مسطرتك؟ وأين دفترك؟ يعني ك تصبح كي. السؤال الثالث في التصريف والتحويل. عندنا: أنا جلست على مقعدي، أحول إلى أنت وأنت وهو وهي. سوف نقوم بتحويل الجملة إلى هذه الضمائر. الجواب: أنا جلست على مقعدي، أنت جلست على مقعدك، أنت جلست على مقعدك، هو جلس على مقعده، هي جلست على مقعدها. هو وهي الغائب لا نعرفهم، ولكن أنت وأنت مخاطب، وأنا أنا أتكلم على نفسي. أنا جلست على مقعدي، أعيد معي. أنا جلست على مقعدي، أعيد. أنا جلست على مقعدي. أنت جلست على مقعدك. أنت جلست على مقعدك. أنت جلست على مقعدك. أنت جلست على مقعدك. هو جلس على مقعده. هو جلس على مقعده. هي جلست على مقعدها. هي جلست على مقعدها. عندنا جملة أخرى، سوف نأخذ دفتر وقلم ونجيب على الجملة كما في الجملة الأولى، كما في التمرين الأول. أجيب على التمرين الثاني كما في التمرين الأول. أنا كتبت على دفتري، سوف أحول هذه الجملة إلى أنت وأنت وهو وهي، كما في الجملة الأولى ولا التمرين الأول. أعانكم الله. عندنا واحد الصورة في الورقة على الكتاب، صورة التلاميذ في المدرسة. السؤال: ماذا يقول السؤال؟ عرفتوا شنو السؤال؟ يلا بريغوندا. ماذا يقول السؤال؟ ماذا نلاحظ على الصورة؟ ماذا نلاحظ على الصورة؟ الجواب كما قلت لكم، نصف الجواب
في السؤال. نصف الجواب في السؤال، كيسينيفيكا نصف الجواب في السؤال؟ يعني نص الجواب فين غادي نجبرو؟ في السؤال. يعني هذا هو هي البريغونطا، وحتى هاد الكلمات اللي نجي نجاوب كناخذو من البريغونطا من السؤال. نلاحظ على الصورة التلاميذ في المدرسة، ولا تلاميذ في المدرسة. نلاحظ على الصورة تلميذان يتصافحان. نلاحظ على الصورة تلميذان يلعبان الكرة. نلاحظ على الصورة تلميذة تقرأ كتابا. نلاحظ على الصورة تلميذة تلعب بالحبل. نلاحظ على الصورة تلاميذ في الساحة. نلاحظ على الصورة أساتذة يراقبون التلاميذ. فنقوم بالتعبير عن الصورة التي لديكم على الورقة. ماذا نلاحظ على الصورة؟ ماذا نلاحظ على الصورة؟ نصف الجواب قلنا في السؤال. دائما كناخذ من السؤال جواب، نص ديال السؤال ديال الجواب كاين في السؤال، نص ديال الجواب كناخذو من السؤال. حتى في الاسبانيولية عندكم سي، حتى في الفرنسية نفس الشيء. نلاحظ، نلاحظ، كنحيدو غير ماذا؟ نحيدو غير هاديك لي كنديرو بها البريغونطا، كنديرو بها السؤال. نلاحظ على الصورة التلاميذ في المدرسة. نلاحظ على الصورة تلميذان يتصافحان. نلاحظ على الصورة تلميذان يلعبان الكرة. نلاحظ على الصورة تلميذة تقرأ كتابا. نلاحظ على الصورة تلميذة أخرى تلعب بالحبل. نلاحظ على الصورة تلاميذ في الساحة. نلاحظ على الصورة أساتذة يراقبون التلاميذ. من يقول لي جملة من هذه الجمل؟ من يعيد لي جملة من هذه الجمل؟ عم إسلام؟ تلميذان يتصافحان. جيد، جملة أخرى. من يعيد جملة أخرى؟ أبصر بصوت مرتفع. نلاحظ على الصورة تلميذة تقرأ الكتاب. كتابا. ألاحظ، نلاحظ على الصورة تلميذة تقرأ كتابا. جملة أخرى ياسمين. نلاحظ على الصورة تلميذة تلعب بالحبل. نلاحظ على الصورة تلميذة تلعب بالحبل. جيد، جملة أخرى. نلاحظ على الصورة تلميذان يلعبان الكرة. جيد، جملة أخرى. يلا، من يعيد جملة أخرى؟ ما إيمان؟ نلاحظ على الصورة تلاميذ في الساحة. تلاميذ في الساحة. جيد، أسامة. نلاحظ على الصورة
أساتذة يراقباني يراقباني شوف مزيان لاحظ جيدا يراقبون أعيد يراقبون أعيد ألاحظ على الصورة أساتذة يراقبون التلاميذ التلاميذ نلاحظ على الصورة أساتذة يراقبون التلاميذ جيد نقرأ جماعة ماذا نلاحظ على الصورة صافي مفهوم شنو السؤال هنا حتى شي واحد مفهوم النص